هسه شعري طلعت فوق. اي هسه اشتغل دكتورة. هسه اشتغل؟ اي اشتغل. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأخرنا يعني أنا آسفة، ثلاث أرباع الساعة ضاعت مننا. إحنا راح نركز بالأطفال. الصوت واضح؟ اي نعم واضح. واضح. راح أركز لكم على النقاط المهمة بالهيستوري، لأنه الهيستوري بالأطفال تفرق عن الهيستوري بالأولد إيج. بالنسبة للإنترودكتوري بارت، هاي اعتيادي. بس انتبهوا دائما تركزون ان احنا نركز على الكوميونيكيشن سكيل. الكوميونيكيشن سكيل قبل ما تعملون اي تاخذون اي هيستوري من تدخلون على اي مريض، سواء طلبنا منكم هيستوري او طلبنا منكم اكزامينيشن، انت من تدخلون راسا تاخذون تعملون كوميونيكيشن سكيل. الكوميونيكيشن سكيل اشني انه تسلمون جريتنج وانتروديوس يور سيلف، تقدمون نفسكم واسك بيرميشن. يعني انت ما معقوله تجي راسا تفوت على بدنها المريض نيم قاعد ممدد ويانه امه ويانه اي مرافق، انت راسا تجي ما يقولون تدخل بالموضوع مباشره، لا لازم تسلم وتقدم نفسك وتسال تاخذ برميشن، تقول انا راح اخذ معك بعض المعلومات او راح افحص الطفل تسمحي لي، بعدين نقول لك اوكي تبدي. اوكي، هاي الكوميونيكيشن سكيل دائما على 10 درجات. الانترودكتوري بارت هاي ديموغرافيك، يعني الاسم لازم يكون الثلاثي، العمر بالاسبوع الاول تاخذونه بالساعات، بالشهر الاول بالايام، بالسنه الاولى بالاشهر، ما بعدها بالسنين والاشهر. السكس، الريزيدنس، البلاد جروب فقط اذا كانت الكيس هيماتولوجي او كان عنده نيونيتال جوندس قد يحتاج الى تبديل دم اكستشنج ترانسفيوجن. بعدين راح نبدا بالهيستوري بالتسلسل. الهيستوري عندنا تشيف كومبلينت، واضحه طلاب؟ واضحه واضحه. يعني التشيف كومبلينت هو فقط السبب الرئيسي اللي استوجب انه المريض يجي يدخل للمستشفى او يجي على الطبيب وذا ديوريشن، يعني السبب الرئيسي. قد يكون المريض يعاني من حمى وكاف وفيفر وابدومينال بين، دياريا، فوميتنج، يجوز صار له شهر، صار له اسبوع، لكن مثلا صار عنده كونفولشن اليوم. فالتشيف كومبلينت ابنورمال موفمنت فور 1 داي مثلا نقول، او فور 1 اور. او ما كان عنده فيفر، كان عنده مشاكل لكن صار عنده هاي فيفر اليوم، فالتشيف كومبلينت الفيفر. او مثلا كان عنده مايلد فيفر واليوم صار عنده سيفير كاف، جاء دخل لشيء السبب الرئيسي اللي جابه للمستشفى هو السيفير كاف مثلا نقول فور لديوريشن معناته. الهيستوري اوف بريزنت النس هاي تنتبهوا لها بالتفصيل، هاي اناليسيس اوف ذا كيس، يعني المشكله الستوري مالته سينس ذا ستارت تيل ذيس مومنت، يعني من بدا المرض مالته صار عنده مثلا بدا از فيفر، فيفر فور 10 دايز فولود باي فوميت. الفوميتنج توصفونه بالضبط، اذا كان عنده فريكونت باول موشن توصفوها، اذا كان عنده كف توصفوها، اذا كان عنده ابدومينال بين كله والاسوشيتد فاكتور ريليفنج فاكتور اكزازربيتنج فاكتور. بعدين تحكون من سنس ادمشن مثلا بالكاجوالت يونت اخذ فلويد، عملوا له انفستيجيشن، بعدين بالورد ايش عمل بالتفصيل الممل الى هذه اللحظه، هيز كونديشن امبروفد مثلا الفيفر سبسايد، الابدومينال بين ستوب، normal bowel motion او هي از deteriorating، الفيفر انكريز، الباول موشن انكريز ان فريكونسي. فيعني الى هسه حتى افهم انا من بدايه حاله المريض الى الان هل ان المريض تحسن ام حالته استاءت. اوكي اوكي تمام دكتور تمام. النقطه المهمه انه من تيجي تاخذ الهيستوري اوف بريزنت النس، يعني اذا كان اكيوت كيس او عن كرونيك يفرق. مثلا اذا كان كرونيك انون كيس اوف دايابيتس ميليتس مثلا على سبيل المثال، يقول انون كيس اوف دايابيتس ميليتس دايجنوز وين هي واز مثلا 1 يير اولد، اون كيسز اوف اون بيزس اوف كلينيكال بريزنتيشن يعني ساين سيمتوم اند انفستيجيشن، وسينس ذات تايم هي از اون مثلا انسولين، هل قد واحده صباحا هل قد واحده مساء، او اذا كان مثلا انون كيس اوف ثلاسيميا دايجنوز وين هي واز 6 مانث اولد on basis ايضا نقول of clinical presentation sign symptom and laboratory investigation since that time till now he is on frequent blood
transfusion every 1 month. He is on this viral injection. He is on exjet tablet. وإلى آخره. يعني هذا the chronic disease. أما the acute illness لا. ما بيها anon case. The acute illness مثلا he was completely well till before 1 week when he started to develop كذا كذا وتسردون الموضوع. أو he was completely well till before 10 days when he started to develop fever followed by كذا وأي sign symptom ظهرت عنده تاخذوها بالتفصيل. اما اذا نون بروبلم مثل ما قلت لكم هاي شرحناها. السيستميك ريفيو يعني انت مثلا كانت الكيس مالتك جاسترونترايتس اخذتها بالتفصيل الدياريه والفوميتنج والابدومينال بين والساين والسيمتم كله. السيستميك ريفيو تجي تبدي تاخذ السي ان اس مثلا اذا عنده فيفا اذا عنده هيديك اذا عنده كونفولشن كارديو ريسبيراتوري تحكي على 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 الدسنيا والسان والسيمتم اللي ريجاردد للكارديو ريسبيراتوري. الجي اي تي ما راح تحكيها لانه هو الكيس مالتك جي اي تي والجينيتو يورينري والمسكولو سكيلتال ميوكوكوتينس اي ان تي هيماتولوجيك سيستم كل هذه تاخذوها بالتفصيل بالسيستميك ريفيو. يعني سيستميك ريفيو ناخذ كل السيستم وخلوها ببالكم سيستماتيك. يعني لا واحد يبدي لي جنرال مثلا يبدي بالميوكوكوتينس بعدين يرجع يتذكر كارديو ريسبيراتوري وبعدين يشط على الجي اي تي. لا خذوها من الاعلى الى الاسفل. السي ان اس كارديو ريسبيراتوري جي اي تي جينيتو يورينري ماسكولو سكيلتال ميوكوكوتينس اي ان تي هيماتولوجي هذه تحكون عليها سيستم ريفيو. ايج سيستم ايش مع عنده ساين خاصه بهذا السيستم. الباس هيستوري تعرفوها انتم بالادلت باس هيستوري هون لا جزأناها باس ميديكال هيستوري مثلا كان دخل المستشفى سابقا كان عنده هاي تعرفون كمان كمان قبل ديزيز بالاطفال كان صار عنده تشيكن بوكس ماس بيرتوسيس تي بي الى اخره. بعدين راح ناخذ النقطه نركز عليها البيرث هيستوري بري نيتال نيتال بوست نيتال. والبري نيتال بالثري ترايمستر ناخذها يعني بالفيرست ترايمستر بالبريجننسي مال الام والسكند والثيرد كل ان ايتش ترايمستر ناخذ. المذر كانت هيلثي كان عندها هايبرتنشن كان عندها دايابيتس كان عندها بليدنج كان عندها فيفر كان عندها انفكشن كانت تاخذ تريتمنت تعرضت الى تروما اخذت اشعاع كلها بالفيرست والسكند والثيرد ترايمستر هذه نسميها بري نيتال. والنيتال النيتال ايش النيتال؟ النيتال الولاده شلون؟ نعم فتره الولاده مالته عفوا الولاده لازم نقول نورمال فاجينا ديليفري الا سيزيرين سكشن. اذا نورمال فاجينا ديليفري ات هوم الا ات هوسبيتال. واذا سيزيرين سكشن راسا لازم تسالون what was the indication for cesarean section was the problem in the fetus or in the mother. يعني هل كان السبب من الام او من الطفل انه صار cesarean section. تعرفون انت من indication اما fetal distress او maternal مثلا يقولون حياه الام يعملوها بسرعه cesarean section او كانت يعني حتى لو كانت خلينا نقول ما كانت emergency لازم نعرف شنو السبب بالمذر ولا بالبيبي. البوست نيتال هاي هون كلش مهمه. البوست نيتال بعد الولاده immediately تيك بريث يعني هاي مهمه جدا انه اخذ نفس من اللحظه الاولى الى تاخر. يعني احنا ما نقدر نسال الام ايش قد كان الابجار سكور هي ما تعرف ايش قد كان الابجار سكور بس نساله الولد طفل صرخ راسا كان لونه بينك الا كان حامل احتاج اسعافات ظلوا تقطبون علينا وحطوا له اكسجين وبعدين بعد المشوار يلا اخذ نفس. هذا ديليد بريثنج هاي ايش معناته؟ معناته صار عنده بيرث اسفكسيا هاي نركز عليها. اما اذا كان مثلا هيلثي واميديت كراي واميديتلي تيك بريست فيدنج وديسشارج هوم ويل هذا معناته كان ابجار سكور مالته مليح وما كان عنده مشكله. افتر ذات ديد هي ديفلوب مثلا نيونيتال جوندز اني انفكشن ريكواير ادمشن تو ذا هوسبيتال ريكواير ادمشن تو ذا نيونيتال كير يونت الى اخره. هاي البوست نيتال. الفيدنج هيستوري بالاطفال تاخذوها بالتفصيل سواء كان العمر اذا بالسنه الاولى هل هو كان بريست فيد او بطل فيد بيبي. ما بعده اكيد كنت داخله اكل فالنورمال فاميلي دايت تسالون على طبيعه الاكل خاصه نركز عليها اذا كانت الكيس مالنا كرونيك دياريا او كانت ريكرنت دياريا او كان عنده مال نيوتريشن نركز عليها. على فكره كم واحد من الطلاب داخلين معانا؟
الو منذر 17 طالب دكتورة داخلين. 17 نعم دكتورة. المجموعة ايش قد؟ أتوقع المفروض 30 طالب. لا لا ما بيكون 30، قالوا لي 22 يمكن. وثلاث جروبات احنا مفروض. لا لا جروب واحد كنا اخذ جروبين ضليتم. انت الان لا اليوم تمام 22. نعم دكتور 22. اي منيح 17. زين عيني الفيدنج ستري اذا كان بطل فيد بيبي تاخذوها بالتفصيل، عدد كم مره يرضع باليوم ونوع الحليب وكم رقم ياخذ والتركيز كم ملعقه تحط بالاونس من الماء وشلون تغسل الممه شلون تعقم الممه. زين هاي كلش مهمه لانه انت مطلوب منكم هيلث اديوكيشن للمذر، يعني احنا ما بس نجي ناخذ منه هيستوري ونمشي ونعوفه على اخطائه، لازم اذا عنده خطا نعلمه. مثلا فرض انت دكتور انت فتت تاخذ هيستوري منه وهي انت اكتشفت بانه عنده خطا لازم تصلح له هو، فانت لازم تعرف الشيء الصحيح حتى تصلح له هو. اثنين انت مرات نشخص المال نيوتريشن سبب الكوز اوف مال نيوتريشن فروم ذا هيستوري، شلون نشخصها؟ نحس بانه عطنته ديليوتد ميلك او الفريكونسي قليله او عطنته انه رقم او رقمين بكل رضعه، فنحن نصحح له. وهي انت ممكن اختمها ان ديتيل بالمحاضره. الديفلوبمنتال هيستوري ايضا هذه نقطه، هذا ايتم يفرق عن الهيستوري بالادلت. عندنا في شيء اسمه ديفلوبمنتال هيستوري، هاي كان اعطاكم هي دكتور احمد مع الدكتور علي عادل، كان اخذت الجروس موتور والفاين موتور والفيجن والهيرينج والسبيش والسوشيال، كل هذه ديفلوبمنتال هيستوري. احنا بالديفلوبمنتال اسسمنت عندنا نطلب منكم اما اجي اقول لك اسك ذا ماذر فيو كويشن to know what is the developmental age of this baby. بس من الهيستوري تيجي تساله ابنك يركض يقعد يقوم يزحف يمشي يمسك يقلب يسند راسه، هذه انت ترجع معاها الى البدايه حتى تعرف ايش قد الديفلوبمنتال ايج وليس الكرونولوجيكال ايج. الكرونولوجيكال ايج العمر الزمني انا اعرفه من بطاقتي من الهويه، انا حفظه تاريخ الميلاد، هذا الكرونولوجيكال ايج. لكن الديفلوبمنتال ايج نعتمد على المايلستون، فاما من الهيستوري او اجي اسالك بالامتحان مثلا اقول لك اكزامن ذيس بيبي فور هيز ديفلوبمنتال اسسمنت، يعني انا اريدك تجي تفحصه. فهاش ايش تجي تعمل؟ تجي تفحص المايلستون كله بالتفصيل، ترجع تقول لي دكتوره هذا الشكل، يعني شنو؟ تمسك الطفل توقفه بايدك تشوف يسند غاسه تقول لي هذا عبر الاربع اشهر مثلا، يخلط من بطنه على ظهره تراقبه هذا 5 إلى 6، يمسك الاشياء يحولها من ايد الى ايد، يمشي على القنفات، يمشي وحده، يركض، يطلع دغيج، ينزل دغيج، يركب بايسكل، يرسم. زين هذه انت تعملها، تنطيني ورقه وقلم هالشغلات، هاي انت عم تعمل ديفلوبمنتال اسسمنت، هاي اكزامينيشن. اما من الهيستوري فقط تساله اسئله على المايلستون وتقدر تستنبط الامر التطوري. الايمونايزيشن هيستوري يا جماعه عندكم ايمونايزيشن سكيدجول؟ الايمونايزيشن سكيدجول عندكم؟ اين انتم؟ منذر؟ منذر؟ ترى اخذناه يعني ك اخذناه بالنظري بالنظري ختمه، فهذا السكيدجول تحفظونه حفظ، لانه نجي احنا بجوز يجوز تجي تسال الام، الام كل شيء ما تعرف، فانت تقول له قلب الولاده اخذ فلان شيء فلان شيء فلان شيء، اذا قالت لك لقحتوا له بكتفه تكشف كتفه حتى تشوف اكو سكار، بالشهرين لقحتي له بالاربع اشهر لقحتي له مثلا لحد هوني وتوقفت ما كملت، ترجع تقول لك دكتور اصغر عنده لقاح، فهاي من النقطه لازم انت تعرفها مليح حتى لا تنحرج. او احنا نجي نسالك ايش عنده لقاح بال9 اشهر، ايش عنده لقاح بال3 اشهر، ايش عنده لقاح بال1.5 سنة. فالايمونايزيشن تحفظونه مثل اسمكم. بعد عندنا الباست سيرجيكال هيستوري، اذا كان عنده مثلا كان عمل ابندكتومي، اذا هو ولد كان عمل مثلا ال اي عمليه مثلا كان عمل سابقا كان دخل المستشفى فور سيرجيكال انترفيرنس. والدراج هيستوري ايه هو؟ اذا هو الان على ادويه معينه عايز يستعملها او عنده حساسيه، يعرف بانه عنده حساسيه من بعض الادويه. بالنسبه للفاميلي هيستوري،
تسألون على أنه أكوش كونساج وناس مارج، يعني أكوش درجة قرابة بين الأب والأم، أولاد عم، أولاد خال، أولاد خالة. وإذا أكو أني ديزيز إن ذا فاملي، أني إنهرتد ديزيز، المفروض يتركزون خاصة إذا المرض، إذا المريض ما يعاني من مرض من إنهرتد ديزيز. يعني إذا هو مثلا عنده ثلاسيميا، عنده سكتسر أنيميا، عنده إنبر إن روف ميتابوليزم، أي مرض أنت تشك منه إنه هذا وينه وراثة، فتسأل تركز على الكونساج وناس مارج، وتركز على انه اذا كان اكو اذر ممبر ان ذا فاميلي سفرنج فروم ذا سيم النس او اني اذر انهيرتد ديزيز. سوشيال هيستوري، السوشيال هيستوري في كل الكيسز انتم تسالون هو اوربن او رورال، ونمبر اوف روم، نمبر اوف روم عاده نحن نركز على البيدروم، يعني انتم تحكون الكراودنج اندكس كنا اخذتوه بالصحه العامه. بس عذرا دقيقه. نعم عليكم السلام. ألف هلا بيكي على رأسي حميد، بس أخلص المحاضرة أتصل بيكي، بس ربع ساعة، بس ربع ساعة. إيه على على إيه نسأل عن urban rural، نسأل عن عدد الغرف والage and job of the parent والfamily income، هاي تقديري. الwater supply والsewage disposal في كل حال نحن نسأل، لكن نركز عليها بمحالة، نركز عليها أكثر من الجاستروانترايتس. إذا كان مريضنا يعاني من جاستروانترايتس، نحن نعرف إنه هذا هو كوميونيكابل ديزيز، وقد يكون تلوث بالماء والسوج ديسبوزال، ما نظيفة، ما عندهم سوج ديسبوزال، أو عندهم أنيمال بالهوم. ونفس الشيء بالنسبة لأبو المريض اللي يعاني من برونكال أسما، نسأل إذا عنده أنيمال بالهوم، وإذا عندهم السموكينج بالفاميلي. هاي النقاط المهمة بالهيستوري بالأطفال. واضحة؟ أنا عايز عندي، أنا عايز عندي اسم سلمان واسم منذر بس. فشوفوا هذه أنا بعثت لكم هي PDF، وبعثنا لكم هي هاي how to exam، how to take history in pediatric and how to exam. هذه الملزمة الصفحة ما؟ شو بس بينو history، هاي الملزمة أخذناها. History وphysical examination ما بيها؟ نعم دكتور ما بيها، بس history. حسيت انا احاول ابعث لكم يا مرت لخالد دكتوره ايمان، يمكن بعث لكم يجوز يجوز سهوا احاول. شوفوا هذه الملزمه راح نعتمد عليها 99.9% بالاطفال بالهيستوري وبالفيزيكال اكزامينيشن. اذا تركزون عليها وتفهموها بوضوح ما راح تتوقفون باي كيس تجيكم برده الاطفال، حتى بالاكزامينيشن بالجنرال اكزامينيشن تنطيكم الخطوط العريضه بالفايتال ساين، مثلا تجي على الكارديوفاسكولار. هسه انت مثلا سلمان، سلمان معي؟ معك دكتور، معك سلمان. مثلا لو اجى اخليك موجود اكزامينيشن ما؟ اي إيه، لكن لكن بالله بعث لهم هي بقيه الجروب. فشفت موجوده دكتور، موجوده بالجروب. اي هذا صفحت سلمان؟ تمام دكتور، شفت بس بيستوري تتاكد منه. اي ايه تاكد منها اليوم، يمكن دكتور احمد راح يكمل معاكم. فهذه اريد تقروها بوضوح جدا وباسهاب، يعني ما اريد تحفظون، هو الحفظ ما يفيد، بس تفهموها. من تفهمها راح تفوت على ردها الكيس الريسبيراتوري، ابد ما تنحرج تعرف ايش راح تفحص وايش النقاط اللي راح تركز عليها. الكارديوفاسكولار مثله، الجي اي تي مثله، ابد ما راح تضيع عليكم كيس. وبالنسبه للهيستوري اتصور كلش ان ديتيل نازلي، وكنت نزلت لكم محاضره باوربوينت صوتيه ايضا عن الهيستوري. وصلتكم لو ما وصلتكم؟ باوربوينت صوتيه عن الهيستوري عندكم لو ما عندكم؟ يمكن عندنا هي. ها؟ موجود، يمكن موجود دكتور، موجوده. موجوده. هسه اليوم استوعبت من الهيستوري؟ تمام دكتور. دكتور شبه الباطنيه سهل. سهل ما بالله؟ واذا عندكم اي سؤال انا حاضر، اي سؤال اي وقت، على الرقم الخاص، على التليجرام، ايش تريدون انا حاضره. بس الاغيد منكم الله يخليكم اليوم لا تاجلوها، تسمعون المحاضره، تعيدون سماع الباوربوينت الصوتيه مع الهيستوري، وتقرون الملزمه، تاكدوا ضبطتم الكلينيكال الهيستوري والاكزامينيشن. اوكي تمام دكتوره. يعني هسه انا انقهرت كثير لانه صار تعثرنا بالدخول كثير، بس ان شاء الله استوعبتم. ان شاء الله دكتور.
منو هو، منو الممثل مالكم؟ منو الممثل مالكم؟ عن منو كل ممثل جروب الجروب؟ ممثل دكتورة، عن كل جروب ممثل. ايه ايه، منو الممثل مال اي جروب؟ احنا وقاص ممثل مال جروبنا، جروب ثمانية. دكتور انا ممثل جروب ثمانية. نعم انا ممثل جروب ثمانية وقاص فؤاد. انت وقاص، يا اهلا بوقاص. وممثل جروب ثمانية، ممثل جروب سبعة منو؟ دكتور عمر باسم بس اعتذر اليوم ما تقدر يجي بموعد مع طبيب الاسنان. زين ابوي، انا راح اعطيكم رقمي الخاص، سجلون عندكم الى اي استفسار انا حاضره. زين اكتبونه 0770 168 0707. واضح؟ واضح دكتور عشيق. تمام دكتور. دكتورة يسرى، أحمد حسين، في أي وقت أنا حاضرة، بس أريدكم تفهمون المادة، تستوعبوها وتبيضون وجهنا إن شاء الله. أوكي؟ إن شاء الله دكتور. وبالتوفيق إن شاء الله. وأعتذر عن التأخير اللي صار معكم، من يمني من سبحان الله اختلطت. زين عيني، الله يوفقكم، الله يوفقكم إن شاء الله. مع السلامة. أهلا وسهلا.